السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الفيديو اللي الحقيقة هو عبارة عن هدية 100% من قناة ديدو سامودي لكل المبتدئين والمحترفين اللي كيربيو الارانب. هذا النهار ان شاء الله غادي ما تقفش تخافوا من جرب ديال الارانب. هذه طريقة مجربة ان شاء الله، يعني انا ما عنديش هذا المشكل ديال جرب الارانب، ولكن راني خديت هذه الطريقة من عند واحد الصديق. ما في الحقيقه الحاجه الوحيده اللي بغا انكم ترحموا له الوالدين ديالو. قال لك قدمها يعني بكل ثقه وراها مجربه من مده 3 ايام. كان جاه واحد الجرب لواحد شانشيلا بين عينيه، ولا الزغب كيتنتفلو وفي رجليه. وهذه الطريقه خداها من عند واحد المراه كبيره ودارها، وقال لي راه صدقت 100%. الناس ما غاديش يبقاو يخافوا كاع ان شاء الله من جرب الارانب. لا، الاحتياط واجب، سميتو النظافه مزيانه، نقيو مزيان كما عودتكم في الفيديوهات ديالي، كنقول لكم نقيو قادو مزيان ان الارنب يكون نقي، غادي يتحسن حتى في صحته بزاف ديال الحوايج. ولكن الى طحتوا في هذا المشكل، كان راه السيد هذا كيقول لكم ان ما غتبقاوش تخافوا من جرب الارانب بتاتا كيفما كان النوع ديالو. والمشكل ان هو ماشي مشكل، ولكن هذا يعني واحد الجانب ايجابي 100% ان هذا الدواء رخيص للغايه. اسمه هو وهو غي اتشي العادي، راه الثمن ديالو راه مكتوب فيه كما كتشوفوا، راه كيدير 7 دراهم ونص. هو اتشي العادي اللي كيتباع في المحلات، و الزيت البلديه، كاع الناس راه عندهم الزيت البلديه، او كاع الا ما عندكمش شريو غير المقدار اللي غادي تخدموا به. ان الزيت البلديه ماشي مشكل انها تكون حايله ولا تكون يعني اصليه ولا لا، غير تكون زيت عاديه ديال الزيتون. زيت الزيتون تقدروا تشريو من المقدار اللي بغيتو، وبلا شك راه كاع الناس راه كيكون عندهم زيت الزيتون في الدار ديالهم، اما الماكله اما الطياب. المهم زيت الزيتون عاديه. الطريقة هي كالتالي، هانتوما تجيبو جوج كيسان عاديين، جوج إناء ولا كيما بغا يكون، وغادي تحطوه نفس المقدار هانتوما كيما كتشوفو معايا، وخا تكتر شي شوية وخا تقلل، أن المهم أنها خدامة 100% هاد الطريقة. نفس المقدار ديال زيت الزيتون مع نفس المقدار ديال أتشي. أتشي اللي هو جافيل عادي كيشريوه بليترو، ماشي الروح ولا شي حاجة غالية، ولا هانتوما كتشوفو الثمن ديالو 3 دراهم. عفوا راني ما بينتش الثمن، ما راه دايرين شي عرض تمايا، ها هما دايرين 7 دراهم ونصف. الثمن رخيص، وكتجيبوا الزيت ديال العود العاديه كما بغات تكون، واخا تكون اصليه ولا عاديه، واخا تشريو المقدار اللي بغيتو، تشريو مثلا غير 5 دراهم ولا اللي بغيتو، ماشي من لازم يكون يطرو، لان هذه راه دواء غير كتمسحوا به. ملي كتجيبوا نفس المقدار كما وريتكم هنا في الكيسان، نفس المقدار كتجيبوه في الكاس الاول ولا الاناء الاول، الاناء الثاني عاوتاني نفس المقدار ديرو، واخا يكون متفاوتين شويه ماشي مشكل، وكتخلطوهم بهذه الطريقه عادي. انتم كما كتشوفوا خلطوهم صافي، هما عطاوكم هنا واحد المحلول، انتم كيبقى الزيت الفوق راه معروفه، الزيت غادي يبقى الفوق وسميتو ان الماء كيكون ثقل من الزيت معروفه، ولكن نتوما يخلطوا بهذه الطريقه بحال هكا معلقه ولا هكا، نتوما حركوا بهذه الطريقه كيعطيكم هذا المحلول هكا. هذا المحلول غادي تشدوه وغادي تجيبوا بونجا ولا اي حاجه، المهم انا ما كنصعبش عليكم، ما كنديرش شي حاجه اللي خارقه ولا غير، هي راه تجربه مجربه، ما غاديوش تبقاو تخافوا من جرب الارانب. يعني ربيو الارانب ديالكم بواحد الثقه، لان كاع الناس كلهم الحاجه اللي كيخافوا منها فاش كيبغيو يشريو شي ارانب من السوق، ولا كيقول لك واش فيهم الجربه واش فيهم الجربه. لا، ان شاء الله ما تخافوا من الجربه، نتوما ماشي غادي تشريو ارانب فيهم الجربه، ولكن الارانب ديالكم ها هما نتوما كتربيوهم ومثلا غفلتوا عليهم ولا شي نهار صابتهم الجربه، انكم ما غاديش تخافوا منها. هذا المحلول غادي تخلطوه هكا بهذه الطريقه، انتوما نفس الكميه اللي ديروا في الزيت، زيت العود، زيت العود العاديه، زيت الزيتون كديروها في اتشي ولا اي محلول ديال الجافي اللي كيتباع بليترو، ماشي من لازم يكون اتشي. يا المهم اتشي راه كيدير 7 دراهم ونص، ماشي شي حاجه، راه كاينين بزاف ديال السميات. المهم نتوما اتشي ها هو كيدير 7 دراهم ونص،
على زيت العود وخشنوا المقدار اللي بغيتوا، خلطوهم بهذه الطريقه وشدوا الاماكن اللي تصابوا بها الارانب ديالكم، ومسحوا بونجا ولا شي شيتا ولا اللي كان، ومسحوا هذيك المنطقه جيدا، مسحوها مزيان. وهذا المحلول ما تكرهوش يعني تمسحوا به الكاج كامل، لان ديك الجربه راه كتسرح من واحد لواحد. انتم هذيك الجهه اللي اتصاب بها مسحوا بها الجهه اللي هي كتكون بحال الزغب، كيبقى يتنسل من هذيك الجهه وكيبقى يسرح وكيبقى يجي من منطقه لمنطقه. هذا هو الجرب. خلينا من القشور ديال الودنين اللي وريتكم واحد الفيديو في السابق، داك بلو دو ميتيلان، هذاك كتصوتوه لكم، تصوتوه في الودنين. اما هذا البلاصه اللي مشى منها الزغب، هذيك هي اللي كتشدو هذا المحلول. هذا انتم ديما كيبقى الزيت الفوق يطلع، انتم حركوا جيدين هكا باش يتخلطوا بعضياتهم، وعاد حكوا ديك الجهه المصابه وشدوا هذا المحلول وحكوا به الكاج كامل. كان غير واحد اليومين ثلاث ايام، انا السيد راه قال لي نهار الثالث نبت الزغب، تحيد هذاك المشكل ونبت الزغب. راه هذه الطريقه مجربه من عند الناس ديال بكري، حنا كناخذوا حنا كنعترفوا بالناس ديال بكري، ويعني هما اللي عندهم تجربه في هذا الشيء. وبكري راه ما كانش الدواء اللي كنشريوه من فرماسي يعني، لا راه كان غير هاد المحالين المساكن كانوا كيديبانيو راسهم، وحنايا كناخذوا من عندهم التجارب. هاد التجربه راه مجربه، قال لي 100%، انا ما عنديش المشكل ديال الجرب، ولكن هذه راه طريقه سهله مجربه، خذوها من عندي كهديه من قناه دي دو سامودي. ودعيوا مع هذا السيد، لان قال لك انا بغيت غير رحمه الوالدين. هذه راه من الاسرار اللي كيخبيوها جدودنا، هو عطاها لنا، بغى قال لك رحمه الوالدين. دعيوا معاه، هذا الشيء اللي تقدروا ديروا الى خدمت لكم هاد الطريقه هذه. كنشكركم على التعاليق ديالكم وكنرحب بكم. هذا الفيديو هذا في الحقيقه انا كنت كنتسناه من شحال هذه، لان انا كنبغي نفيد المشاركين ديالي والمتتبعين ديالي. طريقه سهله، مرحبا بالتعاليق ديالكم، ساندونا وتكيو على جراء. الناس اللي باقي ما شاركوش معنا يشاركوا، راه هاد المعلومات قيمه ومشاريع رخيصه في الثمن، ويعني مزيانه 100%. الناس اللي الفقراء يديروا بحال هذا النوع من المشاريع، راه مشاريع صغرى كديرها في دارك، ما عندكش ما كتحتاجش مساحه. والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله. انتما طريقه سهله، الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.